سينضم إلينا من مدينة البيضاء اللواء خالد البسطة مدير أمن البيضاء. سيد الفاضل، بعد التحية والتقدير، صف لنا الحالة الميدانية المرتبطة بهذه الأعاصير والأمطار. أهلا بك أخونا، ومشكورين قناتكم الموقرة على الاهتمام والمتابعة. الأمور الحمد لله يعني اليوم أفضل من يوم أمس. الحقيقة القيادة العامة بقيادة السيد المشير أركان حرب خليفة بن قيس حفتر أصدر الأوامر والتعليمات، وقامت قواتنا المسلحة بدور كبير جدا في منطقة البيضاء. كذلك الحكومة الليبية المتمثلة في السيد وزير الداخلية لواء عصام زريبة والسيد الوكيل فرج العين، قامت الداخلية بدور كبير إلى جانب قواتنا المسلحة، كذلك المجلس البلدي. وهذه طبعا هي كارثة طبيعية، ونحن قمنا بدورنا على أكمل وجه. بالتأكيد هناك خسائر مادية وخسائر بشرية جراء هذه السيول وهذه الفيضانات، وهذه نتيجة طبيعية ومؤلمة في نفس الوقت، ولكن نحن نرضى بقضاء الله وقدره. نعم. الكل قام بدوره والكل قام بواجبه المنوط به. كذلك لا ننسى أن نضم صوتي لصوت المتحدث باسم قواتنا المسلحة بشكره لمصر رئيسا وشعبا، هذه الدولة الشقيقة الأكبر التي دائما تساند الشعب الليبي وتساند الدولة الليبية سواء في قديم الزمان أو في حديثه. نقدم لكم كل الشكر وكل التحايا، ونحن إن شاء الله حال ليبيا يعني منطقة شرقية بقيادة القيادة العامة وبالحكومة الليبية سوف نستطيع أن نتخطى هذه الأزمة، وإن شاء الله تم إعادة الإعمار وما تم إعادة الإعمار وإصلاح ما تم إتلافه من قبل هذه العواصف إن شاء الله. موفقين في ذلك سيدي اللواء، ولكن اطلعنا على أحوال المدن المتضررة طبقا لخريطة الشرق الليبي، ما هي وأبرز المدن التي تضررت تضررا بالغا؟ والله يعني هذا اللي هو أعلنوا عليه اللي هو الموجة اللي هو الحصار دميال، يعني مر على ليبيا واعتقد الآن في مطروح ذات الأمطار، وهذا يعني حصار وانخفاض جوي يعني كان قبله في اليونان ومر على الشرق الليبي والآن متجه اعتقد إلى الشرق. يعني الخسائر كبيرة، وكل مدينة مر عليها سبب فيها خسائر وسبب فيها زي ما قلت لك مادية، خسائر مادية وخسائر بشرية وخسائر، والآن وسائل الإعلام موجودة والصور موجودة والفيديوهات موجودة وكل شيء واضح. المدن الشرق اللي هي البيضاء، المرج، جردس العبيد، توكرة، تاسنس، درنة، هذه كل المناطق اللي مر عليها هذا الانخفاض الجوي. طيب سيد اللواء، السؤال المرتبط بالبيضاء، ما هو الوضع الميداني داخل البيضاء وعمليات الإغاثة والإنقاذ، وما زالت ليبيا تحتاج إلى هذا الدعم الذي أعلنت عنه منذ بداية هذه الكارثة؟ كرر سؤالك معلش. سيدي ما هو حال البيضاء؟ البيضاء أمس كانت الأمطار غزيرة، سببت إتلافات مادية وفي بعض الوفيات وبعض المفقودين بأعداد يعني لم تحدد حتى الآن من الجهات المختصة للهلال الأحمر ووزارة الصحة. الإتلافات البشرية يعني الإتلافات المادية ظاهرة للعيان، هي السيارات والطرق والبعض البيوت وبعض. فالبيضاء اليوم أفضل من أمس، يعني اليوم الأمور تحت السيطرة إن شاء الله والأمور طيبة واليوم الأمور كويسة. فقدنا أرواح نترحم عليها، الناس اللي تعرضت لإتلافات مادية، والدولة والحكومة الآن جارية علي تعويضهم وعلي إصلاحها، والمجلس البلدي البيضاء قائم بدور على أكمل وجه، الهلال الأحمر قائم بدور على أكمل وجه،
المواطن في مدينه البيضاء قائم بدور على اكمل وجه، الجيش، الحكومه الليبيه، الداخليه، الكل الحقيقه يعمل بيد واحده ويعملوا لصالح هذه المدينه، لكن اليوم الامور افضل من امس بكثير. شاكر لك من مدينه البيضاء في الشرق الليبية سيد اللواء خالد البسطه مدير امن المدينه، شاكر لك هذا التواصل معنا اذ كنت معنا عبر الهاتف من هناك.